هلا محمد تفضل بليز، بده كتاب او حكي ما بدي، لانه بدنا فريمون بدي اشتغل تقدر نوصل هالجمعه على نتيجه احلى. لاحظت لفظة الأ أ هاي عطول تحت وفوق فوق زيت الشي. لا برا لا برا رافي بيان حط اثنين. هلا بدي ما بحبها هيدي كثير. ما تحبها بس فيري جود. مين بريد؟ خلص شيء. شو بدي؟ سيل تو بلي. ما مش بدك تقمري شو؟ حبيبي ليك جايبه معي الشاي والكبايه، بس لما بتحطها هيك شوي بتشيلها وعبي لي لحديت هون مش لفوق فوق تقدر اشربها. مدام كيف بدك لون لك اياها يعني تلوين؟ ايه لا لو لا عادي عادي. ميرسي. مع سكر او بلا سكر؟ نو سان سكر. ما بتشرب السكر؟ مدام بتشرب من غير سكر ازاي؟ مش عارفه. يلا انا معك. لكي فرقت بالرنة، خلي دايما الرنة معك ملاحقتك. يلا هلا صرنا بالميديوم، بالعكس المي مسكرة الار مفتوحة. صار ايه هذيك كان هيك صار هيك. ليش انت 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 من مشي جايه في دينه قويه، الصوت كان مخنوق كتير، ولك هلا التعريضه ليك الباور، وبعد في شغل كتير عندك. امبارح كان في الايفال. لا ما في مشكله. لا ما يعني خدت بالك، انا تعمدت امبارح ان انا اعلي الطبقه عشان خاطر ادي اقوى. إيه؟ ما اقولش من قرار. ايه ايه انا ما تعمدت، لكن انا مشكلتي انا ما اعرفش في البرايم بقى كان ليه الاه، مع اني اصلا ما كانش في البرايم ولا طبقه عاليه. ايه بس وبالايفال ما بيك شيء، بس كمان الاه هي انت مش طبقه عاليه. مش عاليه يعني، انا بتكلم يعني على السي والدو، بس تعطي السي دو العادي، سي دو تبع الميديوم، هيدي اللي ما بدي اياها. الاه لفظك بس لفظك النوتة، لأنه بس تلفظ غلط صفي النوتة لورا. ايه بارح سوري. انا ما تعمل براي ما كنت في طبقة عالية يعني كنت